انا من العائله ديال الاب ديال هاد الضحيه. المستجدات هو كيف ما شفتوا راه دابا تم الاجراءات ديال الدفن، الرضيع مشى يدفنوه، ومن بعد ما تم التشريح ديالو البارح تعطات الامر من عند الوكيل باش يتم التشريح لمعرفه الاسباب ديال الوفاه، والبحث راه قائم. التجأنا للقضاء لان القضاء فوق من كل شيء باش ياخذوا لهاد الناس هادو حقهم من هاد الواقعه هادي اللي وقعت لهم، وضياع الابن ديالهم بهاد السهوله وبهاد الطريقه هادي، وكيفاش تعاملوا مع الام ديالو بلا مسؤوليه وبلا ضمير مهني، بحيث انهم كان عندهم دوسي ميديكال ديالها كومبلي، ان السيده كتعاني من مرض السكري وما خصها دوز سيزاريان، وما ولدوها طبيعيه وقعت لها شي مضاعفات في الصحه ديالها. دابا هي دابا راه كتعاني في صمت من 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 الامرين. الامر الاول هو بانه الضياع ديال المولود ديالها، وثاني حاجه من تدهور الصحه ديالها. والقضاء راه كيبقى فوق من كل شيء، وكنطلبوا من الناس المسؤولين يخدموا بضمير مهني كما بينوا لنا في البدايه ديال هذا البحث هذا. وكنتمنوا من الله ومن القضاء ياخذ لهاد الناس حقهم. حنا لحد الساعه باقيين ما عارفينش البحث فين وصل. المهم راه الامور غاده، وكنتسناو المستجدات حتى حنا. الاداره ديال المستشفى دابا صافي ما بقاش بيننا وبينها واحد التواصل، لان تجأنا للقضاء. هذاك الشيء غادي يكون على طريق المحكمه.